إذن خبرنا الآتي يعطينا دافعا إيجابيا، حيث تم الإعلان عن مغادرة دفعة جديدة من المواطنين بالأمس محجر متنزه الخيران، كما كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند عن إنهاء 195 شخص فترة الحجر الصحي المؤسسي المقرر لهم في المتنزه، وذلك بعد إتمام المدة المحددة بذلك والقيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، وبذلك يصبح العدد الإجمالي ممن أنهى فترة الحجر الصحي 324 شخص. الله الحمد لله، الحمد لله بنعمة وخير، الله يديم النعمة، الله يحفظ بلدنا ويحفظ وطننا ويحفظ الشعب الكويتي إن شاء الله. سولنا المسحة الأخيرة، سولي أول مسحة يوم يابونا من المطار ودوني مستشفى شيخ جابر، سولنا مسحة الحمد لله طلعت سلبية ما بشيء، بس احتياط حطونا هناك اسبوعين، بعدين الحمد لله سوينا مسحه ثانيه طلعونا ما في شيء الحمد لله. والله اشكرهم، والله ما اشكرهم، ما قصروا والله، من صغيرهم لكبيرهم احمى الله والديهم، والله الله يعز حكومتنا، الله لا يغير علينا يا رب. اي والله، حتى كنت مريضه فغار الليل ونص الليل وتالي الليل يوني، ما كانوا يقصرون كل شيء، كل شيء ما كان شيء ناقصنا، الله يعز حكومتنا ويطول بعمارهم، ما قصروا بكل شيء والله، قاموا فينا قومة رحم الله والديهم.